عن ايه بالظبط؟ ما كلمكيش تاني؟ لا. اما الفايل اللي انت كنت بتقولي انك شاكه انه يكون هو سبب المشاكل دي كلها فتحت في حياتك، انت كويسه؟ انا تعبانه شويه، سيبني لوحدي من فضلك. طيب الله ينور عليك يا درش، الله ينور عليك. لا كده تمام التمام، فل الفل. بكره الصبح ان شاء الله، ان شاء الله. سلام يا درش، سلام. ولا شهاب ولا عمر سيادة المستشار، انت عاجباك قعدتك دي ولا؟ قعدت وحش ولا ايه؟ مالها قعدت يا عم درويش؟ يعني قاعد كده من غير لا شغل ولا مشغله. وانا من سكرتيرك الخاص خلو؟ لا انا خلاص رفدتك. ليه طب تقطع عيش الناس؟ وانا عملت ايه بس يا عم درويش؟ شوف يا شهاب، انا قدام مني فرصه حلوه قوي، وظيفه محترمه، بس عايز يا واد ذكي ونور. ذكي ونور دي مواصفاتي، بس انا عايز اعرف محترم ازاي يعني. شوف يا شهاب، هي وظيفه محترمه في مؤسسه كبيره وفي مكان حساس، مفيش حد بيشتغل في المؤسسه ديت مش هيشاور عليك، تخيل. لا انا مفيش بني ادم بيشتغل في الشركه ديت مش هيحتاج لك. بص يا حبيبي، هنا الشاي والقهوه واليانسون. عارف، بسم الله ما شاء الله عليه. وهنا النسكافيه واللاتيه والكابتشينو. كلهم مشاريب؟ كلهم مشاريب، هنا مش في مطعم، فاهمني؟ هنا السكر والسكر الدايت. سكر التموم مش هتعامل معاه، عشان بقى انا ممكن كوبايه الشاي تبرد وانا بقلب. بس تيجوا تزعقوا انا، وحد بقى يقول لي الشاي تقيل قوي، لا ده لونه السكر. لا هنا ما فيش سكر تموين، سكر التموين ده بيتنا احنا. الحمد لله. هنا اللبن بانواعه الثلاثة. ثلاث انواع؟ والنعمة العظيمة؟ ايه الدهشة اللي انت فيها دي؟ ثلاث انواع. الجاموسي والبقري والمعيزي؟ يا ابني هو احنا في زريبة؟ مش دي الحيوانات اللي بتعمل لبن؟ يا ابني فهمني، كامل الدسم، نص دسم، خالي الدسم. وعم دسم الله يجيبه بالسلامة، ويا عمنا ما تقولي اللبن البودرة. أقول لك على حاجة هتفرحك، شكلك كده مش هتنفع خالص. لا أنا أقول لك بقى على حاجة هتزعلك، أنا دي الشركة 15 اللي أشتغل في بوفيها. اشتغلت في 15 شركة قبل كده؟ الحمد لله، أنا بلا فخر أعرف أنت عايز تشرب إيه من غير ما تطلب. أعمل لي قهوة. شوف قهوة. يا ابني ما أنا اللي قايل لك. بس أنا عرفت. طب أعمل لي قهوة. إديني ساعة. ساعة؟ أنت مش عايز قهوة بمزاج؟ بص يا ابني، أنا هروح أشوف الأستاذ عاصم عايز إيه وأرجع لك تكون عملت القهوة، أشوفك تنفع ولا لأ. حاضر. ماشي يا عم درويش، أنا عامل لك قهوة. حبيبي. الو، صباح الخير مدام نهله. صباح الخير يا باشمهندس، ازيك؟ تمام الحمد لله. معلش كنت هتعبك، بس وكنت عايزه اسال عن حاجه ضروري، ممكن؟ اتفضلي تحت امرك. هو كان درويش قال لي ان الفايل معاك. هو فعلا معايا، ولو عايزاه في اي وقت يعني كلميني ونتفق. لا خالص، انا بس كنت عايزه اسال لو في اي فرصه ان احنا ممكن نفتح الفايل. والله هو في سوفت وير كده نازل قريب، لو تحبي نعمل بيه محاوله تانية اوكي مفيش مشكله. اه طبعا في اي وقت. خلاص اتفقنا، اوكي مع السلامه. هو انا سمعت اسم نهله قبل كده ولا بيتهيألي؟ نهله وديدي، مهندسه الديكور اللي كلمتني قبل كده عشان اعمل لها شغل من فتره. يبقى انا صح. عامل ايه يا شاب؟ مبسوط؟
مبسوط؟ اه الصراحه يعني الخدمه عندكم في الفندق تحفه. فندق مبسوط من يا استاذ مصطفى، وانا جاي اشتغل رئيس مجلس اداره، ده انا حيالله ساعد يا اخي. قول الحمد لله. ما هو الحمد لله بس اتبسط ليه؟ هو يعني بصراحه المرتب معقول هنا اهو. بسم الله ما شاء الله، انتوا ستايلات جامده قوي، بدله حلوه قوي بجد، دي فوق ال 80 جنيه دي، قبل لما تضيق يبقى اديها لي. ماشي ماشي ماشي. بصراحه كمان يعني عندكم هنا الأوزاز جامده قوي، احسن من اللي في قنوات المولد. لا اهدى بقى كده وركز، انت جاي تاكل عيش، اهدى. ماشي. ايه في ايه؟ عم درويش قال لي ان انت هترسينا على الاماكن الحساسه. لا المواقع الحساسه يعني. امتى؟ ايوه ايوه هرسيك على كل حاجه بس مش دلوقتي، في بريك. وفي البريك ليه؟ ما تخليها في الشركه هنا. في بريك، في بريك، ايه ده بقى وهرسيك في بريك. ماشي يا بريك. واد ده مجنون ولا ايه؟ ده أول يوم ليه عارف مكان البريك منين؟ ساعي؟ ليه يا عم درويش؟ اشمعنى ساعي يعني؟ يعني يكون معاك كل الملايين دي وتشغلني ساعي؟ ليه يا عم درويش؟ يا أنا بطل عديد، يا أنا بطل عديد. وتحب احكي لي عملت ايه النهارده؟ عملت يجي 50 كوباية شاي و30 نسكافين وحاجة و30 كبلتيشو. كبلتيشو؟ يا بجم يا بجم، بقول لك عملت ايه في اللي قلنا عليه؟ دخلت انهي اقسام؟ كلمت مين من الموظفين؟ بالنسبة لعملك الجاسوس، لا اطمن، انا بحكم منصبي دخلت اوض كتير. اوضة الحسابات واوضة الشؤون القانونية والداتا روم دخلتها وشفتها الحقيقه، ما خليتش شبر شبر وحاره حاره وزنجه زنجه. زنجه زنجه. طب اسمع يا شاب، انا عايزك في الشركه دي تبقى لطيف مع الناس، عاوز الناس كلها تحس انك كويس، عايزهم كلهم يحبوك. عاوز الناس كلها يحبوني. يحبوك يا شاب. انت عاوز مني ايه بالظبط يا عم درويش؟ يا بكم يا بكم، انا عاوز بطن الشركه دي يبقى عندي في اقرب وقت، عاوز اعرف كل صغيره وكبيره بتحصل فيها، فاهم؟ ماشي. دخلت على امجد الديب؟ لا. لا ليه؟ ما بيشربش حاجه طول النهار؟ لا بيشرب وبيشرب كتير كمان. بس انا اخر عند السكرتيره بتاعته، هي بتستلم مني المشاريب وتسلمها له بنفسها. بس يا عم درويش، السكرتيره اوف، المعنى الحقيقي للسكرتيرة أنثى الحريم. فكر في عم درويش، كنتش عايز نسمه ولا إيه؟ نفسي نفسي، بس المدة بالطريقة دي خسارة فيه. أنا عايز أعذبه الأول. امشي اعمل لي نسكافين بالنعناع. روح. صدقت ان انا ساعي ولا ايه؟ جاسوس. ها عملت ايه؟ زي ما توقعت، ملف فضل الغول مش موجود في المديريه كلها. حسب خده ما ودهوش المديريه، راح بفين؟ مش عارف، لكن الناس اللي فوق هيقولوا لي. فريد الواد ده مش لوحده، شغال مع حد بيدور عليا، حد بيحفر علشان يوصل لي، حد لازم يتلحق قبل ما يعرف اكتر من اللي مسموح به انه يعرفه. عصام مش كده يا عصام؟ بالراحه راحه. ايه بس يا ساتر عليك، لك عين. ايه 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 لك عين؟ ايه 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 عين دي اللي انت بتقولها؟ بقول سلامتك يا خالي، الف سلامه. ماشي. انا مش عارف انت بتعند كده ليه وعايش لوحدك عيشه العزاب، ما كنت قعدت مع ماما في بيتها بدل ما كل واحد عايش لوحده. ما عارف، ما انت عارف ان
امك دي الغاليه عندي، بس انا اتعودت من زمان يا دي عصام ان انا اعيش لوحدي. وبعدين خلاص خلصنا بقى، عارف. وبعدين اللي عاوز الملف ما هو يقدر يجيبه يا عصام من اي حته. ملف؟ حد جاب سيره الملف؟ ملف يا خالي، فداك اي حاجه في الدنيا، ملف يتسرق يتحرق، المهم انك كويس. صدق وتؤمن بالله، انا حاسس كده هو في صوتك كده بنغمه مش مريحاني، متهيألي يا عصام ان انت على اخر الزمن يا حبيبي، بتتجاوز مع خالك وتقول له وتنبط عليه وترغب حاجات غريبه. اقول لك ايه بس يا خالي، اقول لك ايه بس، انا هتفصل من الخدمه بسببك. ده تبديد اهو يا سياده اللواء، والله اعلم اللي خد الملف هيعمل بيه ايه. لا ولاد عصام،